اليوم الوطني للباس التقليدي هو يوم استثنائي في تونس. هؤلاء الشبان تزينوا بكل ما يعبر عن تراث أجدادهم، السفساري والجبة والشاشية وغيرها، أزياء تسترجع شيئاً من بريقها في هذه المناسبة التي أحياها التونسيون بطريقة احتفالية تظهر اعتزازهم بثقافتهم. بالنسبة لليوم الوطني للباس التقليدي والصناعة التقليدية، هي مناسبة لتذكير معناتها الشعب التونسي والمواطنين التوانسة بهذا باللباس نتاعنا وبهويتنا وبتقاليدنا. اللباس التقليدي نتاعنا هذايا ما نتخلاوش عليه، سواء البرنوس، الجبة، الشاشية، عندنا كل يوم عيد وطني لللباس التقليدي. نحب احنا ديما نعطيه النبضة الطيبة لتونس باللباس التقليدي. حاجة متاع بلادنا، ريحة بلادنا، وحاجة نحبوها ونحبو نلبسوها، خاطر متاع جدودنا، متاع أمي، متاع بابا، فهمت؟ طبعا هي بالنسبة لي الهوية متاعنا، تراثنا، تاريخنا، أصالتنا، بحق محلينا، محلينا كي نلبسو التونسي، محلينا كي نلبسو الشاشية ونلبسو الفرملة والجبة والبرنوس وكل ما هو تقليدي. هي مناسبة باش ما يتذكروا اللباس متاع العادات والتقاليد متاع مماتنا ومتاع الناس الأولانيين ومتاع جدود الكل. الأطفال وتلاميذ المدارس الابتدائية بمختلف محافظات الجمهورية التونسية كان لهم نصيب من هذه الاحتفالات، فتزينوا مستعرضين أنواعا مختلفة من اللباس التقليدي التونسي وسط تظاهرات احتفالية ثقافية تربوية وتراثية. احتفال باللبسة التقليدية. شنو لبس انت اليوم؟ لباس تقليدي. علاش لبس لباس تقليدي اليوم؟ لأن اليوم احتفال بالعيد الوطني لتونس. نحب نحتفل باللباس التقليدي لخاطر هو تراث جديدنا وباش حاجات تصير فيه نحتفل بيه كل عام. نحب نشكر المعلمين اللي هما يخلونا نحتفل بيه في المدرسة. عجبني اليوم هذا وفرحانة لصحابي معايا مثل مين ومحليها الحفلة نتاع اللبسة التقليدية اليوم لخاطر اللباس التقليدي نتاع الجدود. مناسبة الاحتفال باللباس التقليدي نشجع صناعة تونس. حتى لا يندثر اللباس التقليدي تتجدد هذه الفعاليات سنويا كمناسبة لإحيائه ونفض غبار النسيان عنه، لا سيما في أوساط الشباب الذين يعبرون عن تشبثهم بتراثهم وهويتهم الوطنية رغم طغيان نمط الحياة العصري على جميع تفاصيل حياتهم.